هساعد كل اللي اقدر اساعده. الصحفي صحفي والممثل ممثل، ولازم هيحصل اللقاء وممكن يحصل اختلاف وممكن يحصل كل حاجه. اي كلام بيدور في المواضيع دي عبط. مستر عايز اقول لك منور الدنيا حبيبي والله. حبيبي يا جاي. انت جاي النهارده بتدور على الدولارات شكلك. اه انا جاي بشوف، عايز انا بجد محتاج مليون دولار. اوبا ده انت ايه ده، انت ناوي تتجوز ولا ايه؟ اه سلام عليك. لا سهل، لو معاك مليون دولار هتعمل بيهم ايه؟ هساعد كل اللي اقدر اساعده. الله مش عارف. طبعا طبعا. طيب مبدئيا كده هتساعدهم ازاي؟ هل بمشروع خيري ولا من مادي ولا لا؟ انا ما بديش فلوس لحد، الفلوس ما ملهاش قيمه. القيمه في انك يبقى في مشروع تشغل فيه اكبر عدد من الناس، بحيث ان انتوا تعملوا انتاج يعود عليهم بالخير والنفع. هو ده اللي انا نفسي فيه. اكيد. مبدئيا جاي تهني مين النهارده؟ وصلنا يعني كتير قوي شباب اكيد مع اصحابك في الفيلم كلهم. محمد الخضر المنتج اول واحد، المخرج، ومدحت المنتج لانه برضه انا اسمع ان هو اول مره. اتمنى ان انا اشوف فيلم كويس ويكون حاجه بالنجاح. وفي حاجه بقى مفاجاه هقول لك عليها. تعالي يا بنت، يلا تعالي. ماني ماني قريبتي، و هتبقى ممثله جايه بجد. اه تعرفينا بنفسك بقى، بتعاملك ازاي؟ انا ماني، صراحة هو مثالي الأعلى في التمثيل، وأنا ساعة ما فكرت أني أمثل رحت له وهو قلت له أنا خلاص عايزة أدخل المجال، قال لي خلاص أنت قد كده، قلت له أكيد طبعا وإن شاء الله بإذن الله يجي الشغل وإن شاء الله خير. أنا طالما معايا فأكيد مطمنة ومش قلقانة من أي حاجة. معاك في جعفر العمرة دي ولا إيه؟ لا 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 لا، هي جاية داخلة معايا في فيلم، أنا داخل أخرجه ومسلسل. اه حلو موضوع الاخراج بقى كمان، فكلمني طبعا هتقدمها في دور ايه ولا؟ والله هي 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 المفروض بطبيعتها هي بنت شقيه جدا وعفريته، وعارف الواد الشمحطجي، هي دي. بس انا هغير شويه، انا عايزها البنوته الهاديه الراسيه العقل، هغير من شخصيتها، هتحتاج مني مجهود شويه وعشان اول مره بالنسبه لها، بس هي عجينه طوع فاي حاجه هتشكلها بتيجي. فده عايزين طبعا كلنا عارفين ان مفيش حاجه لسه عن جعفر العمده 2، بس مبدئيا كده ايه الكلام اللي بيتقال؟ هل ممكن يبقى في حاجه تانية في رمضان بداله ولا ايه؟ لا في حاجه تانية في رمضان ده اكيد، هيبقى في مسلسلات كتير، انما انا سمعت من الاستاذ محمد سامي ان شاء الله في عمل كبير برضه داخلين. اكلمك يعني في ايه؟ ولا قال لنا حاجه اكتر من ان يا طارق ان شاء الله داخلين عمل كبير وانت معايا، ده كل اللي قالوه لي. ما وانا محمد سامي انا بثق فيه عموما، يعني حتى لو ما ادانيش الورق انا واثق فيه. اخر حاجه بس، الازمات اللي دايره كده ما بين الفنانين والصحفيين والفنانين والجمهور، متابع انت الازمه اللي بتحصل دي؟ عايز اقول لك حاجه، اي كلام بيدور في المواضيع دي عبط. انا بقول يا جماعه، الصحفي صحفي والممثل ممثل، ولازم هيحصل اللقاء وممكن يحصل اختلاف وممكن يحصل كل حاجه. فهي هي دي طبيعه الحياه، مش علينا احنا بس كممثل، دي طبيعه الحياه. فبلاش ناخد الامور بعصبيه وحساسيه. ما مليون واحد بيقابلني في الشارع، واحد يقول لي يا استاذ يا حبيبي، واحد يقول لي فاتك انت قول وانت قول. اكيد اكيد. حبيبي يا تسلم لي يا حبيبي.